السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو أول المهنئين لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024. كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024. لقد رفعتم اسم مصر عالياً. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف. وتابع السيد الرئيس: إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة وإرادة شباب مصر، مصدر الفخر لوطننا الغالي. الفرحة حلوة والتقدير طبعا. حلو، مفيش أجمل من أن التهنئة تيجي من أعلى قيادة في البلد، من رئيس السيسي نفسه. عشان كده فرحتنا بولاد مصر مش بس عشان أنهم جابوا ميداليات، لكن هم فعلا حسسونا أن في أبطال وفي ناس بتقدر تنافس، في ناس بتبقى إمكانياتها أقل بكتير والدعم اللي جاي وصل لها قليل، ولكن بتقدر تحقق نتائج. إحنا كده حاسين بالفخر، حاسين بالاعتزاز. عشان كده لما بنتكلم أن إحنا لازم نهتم بأبطالنا كمسؤولين واتحادات وكدولة مش بنبالغ، لأن الأبطال دي تستحق. الأبطال دي اشتغلت شهور وسنين علشان تدخل تنافس لمدة دقايق وتقدر تحقق نتيجة. البطل لما بيحقق ميدالية أولمبية لازم محافظته تكرمه، لازم الاتحاد يكرمه، المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة كمان لازم يكون ليهم دور في ده. البطل بيكون قدوة لناس كتير، والشباب كتير نفسهم يكونوا زيه أبطال. بيكون كده زي ما يكون بينور الطريق لأهالي كتير بتبقى قاعدة حيرانة تركز بس في المذاكرة، ولا تدعم ولادها وتستثمر فيها في الرياضات. ده ممكن يخلق لنا جيل مختلف وجيل جديد قادر ينافس أكتر وأكتر. ربنا يفرحنا دايما، يا رب يكتر انتصاراتنا ويكتر فرحتنا وكمان يكتر ميدالياتنا. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.